رحب بك ورحب بكل مشاهدي قناه الاهلي. اكيد هو الترجي هذه التونسي في مواجهه مع الاهلي المصري، مواجهه ليست جديده، يعني بكره حتكون المواجهه رقم 16 او 17 بين الترجي والاهلي، يعني اصبحت مواجهه كلاسيكيه. بالنسبه لاخبار الترجي هذه التونسي عاديه جدا، كان في حصه تدريبيه قبل الرحيل من تونس، وحصه تدريبيه اليوم حتكون الاخيره، وتكون الفرصه الاخيره للجهاز الفني والمدرب خالد بن يحيى حتى يضع اللمسات الاخيره ويختار ال11 اللي حيكونوا اساسيين في مقابله الاهلي. انت سالتيني عن اللعيبه الجدد في الترجي، اكيد هو في عوده سامح دربالي، في عوده محمد علي منصر، وانتم عارفينه بالكدا، يعني لاعب كان قدم مستوى جيد، مستوى ممتاز في الدوري المصري، رجع للترجي. كيف كيف في الجزائري يوسف بليلي، بس يوسف البليلي عنده اصابه، صعب انه يكون اساسي، هو جاء مع الوفد لكن صعب انه يكون اساسي في مقابله بكره ضد الاهلي المصري. تقريبا هذه اهم اخبار الترجي هذه التونسي المنتشي بانتصار بتتويجه بالبطوله رقم 28 في تاريخه، المنتجي بأجواء ممتازة داخل الفريق مع عودة ابن النادي المدرب خالد بن يحيى الذي قدم أشياء الكثير على المستوى الفني، على المستوى التكتيكي، وحتى وهذا الأهم على المستوى الذهني لفريق الترجي التونسي. أعتقد أنه الترجي جاهز بنسبة 100% لمواجهة شقيق والعملاق المصري الأهلي المصري. شكرا. شكرا لك على الاستضافة، وأكيد هي مباراة بين أشقاء قبل كل شيء، الأهلي والترجي ديما المواجهات كانت موجودة بيناتهم، ماهيش أول مواجهة. الأهلي والترجي كتاب مفتوح يعني لبعضهم، 50-50 المباراة. صحيح الناس تتحدث على حسام البدري هنا، لكن زاد يتحدثوا على خالد بن يحيى في تونس اللي جاء في فترة صعبة للترجي، وقت اللي استغنى على فوز البنزرتي، وقت اللي كان يعني البطولة وقتها قاعدة تلعب بين ثلاثة وأربع فرق في تونس. خالد بن يحيى لعب على المعنى، لعب على ارجاع الثقه للاعبين الترجي، وهذاك اللي خلى الترجي بعد يمشي في البطوله اكثر ويتوج بالبطوله قبل النهايه تقريبا باربع جولات. خالد بن يحيى مش اول مره يدرب الترجي، خالد بن يحيى للمره الرابعه موجود في الترجي، وقت اللي يستحقه الترجي يلقاه ديما وقت الصعوبات، خالد بن يحيى موجود ويعمل معاه حتى الانجازات، سبق له باش توج معاه بالثنائي في تونس، ايضا سبق له باش حقق معاه نتائج ايجابيه، وذاك علاش المره هذه ايضا موجود خالد بن يحيى ربحها معاه البطوله، واكيد زاد باش يكون المشوار ممتاز في رابط الأبطال. ماذا قال لاعب الترجي والمدير الفني على مواجهة الأهلي، وهل هناك حماس وقوة من الفريق لمواجهة الأهلي في ظل أن النتائج الأخيرة تحسب للأهلي ضد الترجي؟ هو النتائج الاخيره صحيح الاهلي ربح فيها الترجي، لكن ديما ملاعبيه الترجي ينساوا النتائج اللي تعديت، يفكروا ديما في النتائج اللي جايه، يعني النتائج اللي موجوده وينساوا النتائج السلبيه اللي تعديت، التفكير دائما فيما هو قادم بالنسبه للترجي. هذاك علاش حتى العمل كان على مستوى المعنويات، على مستوى انه المباراه هذه باش تكون صحيح ريفانش للترجي، لكن هي مباراه بطوله، مباراه ثلاثة نقاط، واكيد اذا كان يرجع بنقاط ايجابيه من القاهره تكون حتى بقيه المشوار ممتاز. شكرا جزيلا. مرسي.